استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والدولي، حيث دعا سموهما إلى استغلال الفعاليات الرياضية والثقافية والاقتصادية الكبرى التي تستضيفها مملكة البحرين للتعريف بحضارة المملكة وما تتميز به من انفتاح وبنية تحتية سياحية مواتية لإنجاح مختلف الفعاليات والاستثمار فيها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الأحداث العالمية التي تنطلق من المملكة ومن أهمها سباقات الفورمولا 1 تبث الحراك والحيوية في كافة القطاعات الاقتصادية، لذا تحرص البحرين أن يكون الاستعداد لها بالمستوى الذي يكفل نجاحها ويسجل لمملكة البحرين إنجازا جديدا في سجل تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، يضاف لما حققته المملكة من منجزات على هذا الصعيد.